ترجع تسكر. عاملين اختراعات بالشيء اسمه أردوينو، حاطين الترافيك لايت لوان واي، بنحط الثلاث ألوان الأساسية اللي هن الأخضر والأصفر والأحمر، حاطين نحن ديلاي وقت بيناتهم لازم يكونوا نفس الشيء، إذا ضوت الخضرة بتصير بتعطي أمر للتانية بس يخلص وقتها بتضوي التانية مثلها. كبرنا المشروع أكثر وعملناه على 4 ways، بتكون عشان ما يكون في ترابط بين بعضهم للويز بتاع الترافيك لايت، حطينا انه بيكونوا برمجناهم بيكونوا 3 حمر وواحده خضراء بتمشي، بيجوا بيعطوا امر لبعض لشيء ثاني، اذا كانت خضراء بعدين بتعطي لوحده ثانيه بتصير هي الخضراء وبيصيروا هوليك حمر، يعني نحن مراكلجينا انه بتعطي امر لوحده ثانيه. فعلا قدمت هالمشاريع، واول مشروع بيحكي عن التراسونيك والسياره. هالسياره اذا كان في شيء قدامها بتغير الاتجاه لمنطقه بقلب الشيء بتفوت فيه، مثلا وفي هيدي الساوند سنسر. الساوند سنسر هو اذا بتحكي بضوي مثلا لامب او بشغل شيء مثلا. هاي الو 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 دارت اللمبه. في هيدا للسيكوريتي عندنا بالبيت مثلا. نحن حجبنا عنا الضوء وهي ضوت اللمبه بصير يطلع البازر الصوت، بس البازر هون شوي صوته واطي مش حتقدر تسمعه. هيدا هو كل شيء. نحن هون عاملين نظام ري آلي بيعتمد على أول مشروع هو بيقيس نسبة رطوبة التراب. عنا هيدا السويل سنسور هو بيقيس نسبة رطوبة التراب. هلا بس نحطه بميديوم ناشف رح بلش يعطي مي ليسقي. هون بيعطي 3 ثواني بوقف 4 ثواني. مجرد ما ننقله على ميديوم في رطوبة أكثر من 30% رح يوقف ويبطل يعطي مي. هلا في كمان مشروع تاني هو خاصه بليفل الووتر. مثلا هون عندنا هون الالكتروسونيك بيقيس 20 سنتيمتر لسطح المي. بس تكون ليفل الووتر اقل من 20 سنتيمتر رح يبلش يسحب مي لحتى يرجع يعبيه لمستوى الطبيعي. عندنا هون جهاز الخزنه والابواب اللي بتفتح على الاستشعارات الراديويه. هيدا الجهاز مبرمج عشان يفتح على هيدا الكود. نحن مبرمجين هيدا الكارت يفتح على كود محدد. الباب بيفتح 5 ثواني بيرجع بسكر. اذا حطينا وحده تانية مبرمج على كود غير هيدا بزمر الجهاز. هيدا كان كل شيء. شكرا. اليوم مشروعنا انه كيف نفتح الباب عبر الكود. نحن عندنا الكود 3007. حنجرب نحط الكود نشوف انه فتح الباب. برجع بنكبس كبسة البي اللي هي كبسة المخصصة بالبرمجة انه تسكر الباب. نقل الباب انه سكر. فينا اذا جربنا كود تاني مثلا كود عشوائي بعدين عمل الكود غلط. نحن مستخدمين فينا البرنامج لوحة الاردوينو، لوحة الاردوينو العونو والبريد بورد. فينا نفتح الباب من جوا اذا بحال عطل او علق من برا عبر كبسات مخصصين. مثلا هيدي الكبسه هيك بنسكر وهيك بنفتح. وفينا عبر ابلكيشن مع قلب التليفون. شكرا.